يا اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك حصول حضرتك على الدكتوراه. لو حضرتك تكلمينا بشيء من التفاصيل عن هذا الامر. الله يبارك في حضرتك. والله انا من صغري وانا بحب التعليم، بس طبعا عاده الريف طبعا بيجوزوا البنات بدري، فانا اتجوزت قبل ما اكمل 18 سنه بعد الدبلوم على طول. فكنت جايبه مجموع وجوزي ما رضيش وكده، وقعدت بقى في البيت 18 سنه، خلفت وربيت عيال وبنتي بقت 18 سنة، فقررت أدخل معاها الكلية. دخلنا سوا، هي علوم وأنا تجارة. وكملت بعد كده بقى، هي حتى ما كملتش على طول إيمان، اكتفت بكالوريوس علوم، لا أنا كملت دراسات عليا. وعديت أنت بقى. تخطيت أنت الكلام ده. أيوه تخطيت، أنا خلاص أنا ما حطيت رجلي على التعليم، مش هسيبه تاني. ما شاء الله. فأنا قلت لها كده، قلت لها يا بنتي كملي معايا. فالمهم ان هي بعد فتره بقى ما لقيتني انا يعني ماشيه في التعليم كده، فقالت لي لا يا ماما انا هكمل تاني. الغيره بقى. ايوه هي قررت بقى، دخلت كليه علوم طب بيطري من علوم بعد العلوم. ما شاء الله. طب قولي يا دكتوره امل، ايه السبب اللي خلاكي او اداكي دافع انك ترجعي تاني للتعليم، خاصة بعد ما حضرتك قلت يعني انقطاع استمر 18 سنة؟ هو طبعا 50 سنة بالمناسبة ومش سن كبير خالص أبدا يعني، لكن هي فكرة التوقف لمدة 18 سنة دي مدة طويلة، فيمكن هو ده الإنجاز. والله هو التوقف كان غصب عني، لكن أنا كان في دماغي ده طبعا كل الوقت ده إن أنا أكمل، وكنت بقرأ كتير وبحب الدورات التدريبية وكنت بثقف نفسي على طول، فكنتش بعيد عن التعليم، لكن هو الدراسة هي اللي واقفة. لكن خلاص انا قررت ان انا هدخل خلاص، محدش بقى قادر يوقفني. يعني كان هدف في دماغك ان انت تكملي، بس ما كنتيش عارفه تقدري تعمليه امتى، لكن هو هدف او حلم عمره ما غاب عنك. حلم ما غابش عني ابدا. طيب امتى يا دكتوره امل قررت ان انت لازم تكملي؟ ايه الموقف؟ قررت لازم اكمل خلاص، انا يعني ايمان وصلت 18 سنه والماتريات بدات تخف من عليا شويه، فقررت خلاص ان انا هكمل. حتى بدأت ثانوية عامة أولى ثانوي، وبعدين موضوع التعليم المفتوح ده ظهر لي، فخلاص بقى قلت لا أنا هدخل كلية على طول. طب دكتورة أمل، حضرتك قلت لنا إن زوجك هو اللي كان رافض إنك تكملي في البداية، المرة دي بقى مين اللي شجعك إنك تكملي مسيرتك التعليمية، من الأسرة والناس اللي حواليكي، ولا كان اللي حواليكي بيشوفوا إنه خلاص بقى يعني عدى الوقت؟ والله هو كل كان بيشجعني، بس طبعا كان في احباطات كتير من حواليا. انا في الاول كنت مخبيه، لان كان كل دايما يقول لك بعد ما شاب وجوه كتاب وبيتريقوا عليا والكلام ده، لكن انا ما الاحباطات دي كلها ما كانتش في دماغي، انا في قدامي حلم وهدف حاطه عيني عليه، فلازم هكمله. طبعا بنحييك الحقيقه على اصرارك ده يا دكتوره امل، والله ربنا يبارك لك يا رب. وطبعا كنت مخبيه زي ما قلتي، بس فاجئتيهم بقى، ردود افعالهم أيوة كانت ايه؟ لا بعد فتره قلت لهم. امتى بالظبط؟ امتى بالظبط حضرتك قلت لهم ان انت كملتي تعليمك؟ والله وانا في الكليه يعني، قعدت سنتين كده ما اقولش لحد، وبعد كده قلت لهم. وقدرت تخبي سنتين؟ كانوا عارفين. واهلي طبعا.